فضوليين فضوليات، ها واحد السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي تكتشفوا معايا خمسة ديال الكتابات المشفرة اللي مازال لحد الان ما تفك اللغز ديالها وما عرف حتى شي واحد شنو كتعني. خليكم حتى التالي ديال الفيديو باش تكتشفوا الكتاب الاكثر غموض على الاطلاق، ما غاديش يطيح لكم على البال شنو فيه. الا كانت اول مره كتشوفوا فيديو ديالي ما تنساوش تابوناو باش ديما يوصلكم الجديد الفضوليه، وخليوا لي كذلك اقتراحاتكم المواضيع غامضه بغيتوني نهضر عليها في الفيديوهات اللي جايه. واش جديد؟ يلا تبعوني. غادي نبداو هاد السلسله من ايستر ايلاند اللي معروفه كذلك بجزيره القيامه او جزيره الفصح، باش نكتشفوا الهيروغليفيه الغامضه رونغورونغو، الواح خشبيه عجيبه خلاوها حضاره الرابانوي اللي هما السكان الاصليين ديال الجزيره. ولا بغيتوا تعرفوا اسرار اخرى ديال جزيره القيامه دخلوا الفيديو اللي غادي نخلي لكم الفوق. نرجعوا دابا لرونغورونغو. فوقاش لقاوها؟ هاد النقوش اكتشفها المبشر يوجني ايرود سنة 1864 واحد الرحلة من الرحلات التبشيرية اللي كانت كدار في القرن التاسع عشر. هاد السيد اكد في الروايات ديالو انه شاف لوحات ديال الخشب منقوشة في قاع الديور، ومني سول السكان الاصليين ديال الجزيرة على شنو مكتوب فيها حتى واحد ما عرف يجاوبو حيت ما كيعرفوش يقراوها. داك اللوحات قدام بزاف، والناس اللي كيعرفو يقراو داك الكتابة كانوا قلال وماتو شحال هادي. شنو فيها بالضبط؟ الواح رونغورونغو مصوبه من الخشب، العرض ديالها تقريبا 70 سنتيمتر، نقشات فيها على جوج جهات رموز على شكل حيوانات نباتات واشكال هندسيه ما عرفوش يفسروها. هاد الرموز معقده مستفعله على خطوط بالعرض، افترضوا علماء اللغات انها يمكن كتقرا من اليسر لليمن ومن بعد من الفوق لتحت، يعني خصك ملي تكمل السطر بالقرايه دورها ب 180 درجه باش تقرا السطر اللي موراه، الطريقه اللي كيسميوها علماء اللغه بالبيستروفيدون المقلوب. شنو كتعني هاد الرموز؟ تحطات بزاف ديال النظريات كتحاول تشرح الاصل والمعنى ديال الرونغورونغو، بحال انه يمكن يكون نظام الكتابه ديال بصح مبني على مقاطع او حروف ابجديه. نظريات وحده اخرى كتقول انه يمكن يكون كتابه مقدسه كتفهمها غير واحد الفئه ديال الناس المهمين عند الرابانوي. وحدين اخرين تيقولوا انها يمكن تكون غير لوحات فنيه. اللي صعيب في هذا النظام ديال الكتابه انه ما كاينش سياق ثقافي او لغوي باش يقيسوا عليه العلماء عند حضارات اخرى، حيت الرابانوي كانوا عايشين معزولين على باقي العالم. والمشكل الاخر اللي لقاو الباحثين انه الاغلبيه ديال هاد اللوحات ضاعت مع الوقت وما بقاوش منهم في النص الثاني ديال القرن 19 غير 26 لوحه اللي هي دابا محفوظه في المتاحف والمجموعات الخاصه. هاد الشيء اللي خلى ان لغز الرونغورونغو مازال ما تحلش، والعلماء مازال عندهم امل انه شي نهار يقدروا يلقاو السر ديال هاد الرموز، فحال اللي وقع في الهيروغليفيه المصريه اللي بقات شحال وهي ما مفهوماش حتى لقاو سنه 1799 حجر الرشيد اللي معروف بروزيتا ستون، واللي لقاو فيه نفس النص محفور بالهيروغليفيه المصريه وباليونانيه القديمه، الشيء اللي خلى علماء المصريه تستخدموا النص اليوناني باش يعرفوا المعاني ديال الرموز الهيروغليفيه. اللغز الثاني ديالنا غيدينا اليونان، وبالضبط الموقع الاثري ديال قصر فايستوس في جزيره كريت. قرص فايستوس اللي تسمى بسميه ديال القصر اللي تلقى فيه هو واحد القطعه اثريه صغيره ديال الطين، قطر ديالو تقريبا 15 سنتيمتر، هو غير قد الدوره ديال يد انما عامر بالنقوش الغامضه وكيخبي اسرار كبيره. فوقاش لقاوه؟ قرص فايستوس اكتشفو عالم الاثار الايطالي لويجي بيرني سنه 1908، وتصنف على انه اول مثال لنظام الكتابه الميونيه نسبه لحضاره الميونيين، واللي علماء الاثار كيقولوا انها كانت اول حضاره في التاريخ بنت المدن وتطورات على الاراضي ديال اليونان هذه قبل من 4500 سنه، واللي كان المركز ديالها في جزيره كريت اللي تلقى فيها قرص فايستوس. تقديرات رجحت انه يمكن تصاوب ما بين عام 1700 و1600 قبل الميلاد. شنو فيه بالضبط اللي في هذه القطعة مقارنة مع القطعة الأثرية ديال ذاك الحقبة؟ هو أن النقوش اللي فيها ما تحفراتش بشي أداة إنما تصوبت بطابع، الشيء اللي كيخلي علماء الآثار يقولوا أن ذاك الشاب هو أول من اختار طباعة في تاريخ البشرية. الرموز اللي في القرص مرتبة على شكل حلزوني كتبدا من الوسط ديال القرص وهي كتدور حتى لبرا. من ذاك الوقت اللغويين وعلماء الاثار وعلماء النقوش كيديروا بزاف ديال المحاولات باش يفهموا شنو كتعني بالضبط ذاك الرموز، انما والو ما قدو يربطوها مع حتى نظام كتابه معروف في ذاك الوقت. This is unbelievable. شي نظريات كتقول كاع انه يمكن يكون فيك حيت ما عمرها تكتشفت لحد الان شي قطعه اثريه اخرى فيها نفس نوع الرموز اللغه الميونيه اللي في قرص فايستوس، او لا غير كتشبه لها بعدا، الشيء اللي كيخلي التفسير ديالها صعيب بزاف باش ما نقولوش مستحيل. شي علماء الاثار كيشكوا كاع في المصداقيه ديال العالم اللي اكتشفها، بدليل ان العائله ديالو كانت عندها سوابق في بيع قطع اثريه مزيفه لمتاحف وجامعات معروفه.
او ماي جاد. كورس فايستاس كاين دابا في المتحف الاثري ديال هيراكليون. بزاف ديال العلماء طلبوا الكورس باش يديروا عليه تحليلات جديده، حيت دابا عندهم تقنيات حديثه كتخليهم يقطعوا الشك علميا في التاريخ الحقيقي ديال الصنع ديالو. انما المتحف كل مره ما كيبغيش، وكيجاوبهم بان القرص هشيش بزاف وكيخافوا لا يتهرس او يتسرق في عمليه النقل. Really؟ نفهموهم. تخيلوا معايا يصدق بصح فيك، مشات ليهم الفليسات الصحاح اللي كيدخلوا السياح ملي كيجيو جميع بقاع العالم باش يشوفوا القرص الاثري الاكثر غموض في التاريخ. وحيت ما كاين حتى شي دليل قاطع، كتبقى المساله ديال صحه قرص فايستوس مازال مفتوحه لحد دابا، وكتبقى مازال الابحاث على امل انهم شي نهار يلقاو حل اللغز ديال هاد الرموز اللي خلى لنا التاريخ القديم. بالنسبه للغز الثالث غادي نمشيو للولايات المتحده الامريكيه، وبالضبط لولايه فيرجينيا، باش تكتشفوا معايا لغز شفرات بير، الوثيقه الغامضه اللي عدبات الباحثين هذه اكثر من 200 عام. تخيلوا معايا طيح على شي صندوق فيه السر ديال واحد الكنز، انما تكون الخريطه ديالو كلها مكوديه وما تعرف ما دير بها. هذا الشيء بالضبط اللي خلى توماس جيبل سنه 1819. القصه كتقول انه خبى واحد الكنز كبير بزاف في الجبال ديال بلوريدج فيرجينيا، وخلى التفاصيل ديالو على شكل رمز سري ما عرف حتى واحد يفكه. في الصندوق اللي خلى كاين ثلاثه ديال الوثائق، كل وحده فيها سلسله ديال الارقام اللي ما فهموهاش، وبقات هاد الارقام لغز ما محلوش لكثر من 100 عام، حتى سنه 1934 ملي لقى واحد من هواة التشفير جيمس بي وورد الحل ديال الشفره اللي في الوثيقه رقم 2. هاد الوثيقه شرحت ان الكنز تدفن في واحد البلاصه سريه اللي حدد المنطقه فين جات، وعطى وصف مفصل شنو كاين في داك الكنز، شي اللي خلى ان القيمه ديالو تقدر بالملايين ديال الدولارات في داك الوقت بالنظر للاوصاف اللي عطى المجوهرات والعملات الذهبيه والفضيه اللي فيه. واو واو. هاد الجزء ديال الكود شرح لنا ان الوثيقه رقم 1 كتعطي التفاصيل بالضبط ديال البلاصه اللي مدفون فيها الكنز، اما الوثيقه رقم 3 ففيها القائمه ديال الناس اللي خلى لهم داك الكنز. لسوء الحظ ديال المنقبين على الكنوز، واخا دارت بزاف ديال المحاولات لسنوات وسنوات، انما باقى الوثيقه رقم 1 و3 ما قدر حتى شي واحد يفك اللغز ديالهم ليومنا هذا. ها حنا كنعرفوا الطبيعه ديال الكنز وفين كاين، ولكن مازال ما عرف حتى شي واحد كيفاش لقاوه، وبلا المفتاح اللي غادي يفك التشفير ديال هاد جوج الورقات حتى واحد ما غادي يطيح على هاد الكنز. لقيت كذلك بزاف ديال النظريات على الهويه الحقيقيه ديال توماس جيبل. شي وحدين كيقولوا انه كان مغامر طاح داك الكنز في شي رحله من الرحلات ديالو غير بالصدفه، شي وحدين اخرين كيقولوا انه كان قرصان جمع ديك الثروه من الرحلات ديالو، وحدين اخرين كيقولوا ان بيل كانت غير شخصيه خياليه عمرها ما كانت بصح. اللي متاكدين منه هو ان شفره بيل وحده من اصعب الرموز اللي يمكن الاختراق ديالها في التاريخ، ولكن ما نفقدوش الامل، مع التقنيات الحديثه ديال فك التشفير اللي كتخدم دابا يمكن يقد شي واحد شي نهار يحل اخيرا هذا اللغز. اللغز الرابع غيدينا لقلب الريف ديال الانجليز في ستافوردشاير، رمز تجبرو الغامض اللي دوخوا علماء التشفير ديال العالم كله. هذا الرمز كاين في واحد القصر من القصور الرائعه ديال القرن الثامن عشر، واللي كنلقاو فيه النصب اللي كيسميوه شيفورز ماينمنت، يعني نصب الراعي، بناء قديم فيه واحد النقش بالحروف اللاتينيه ملي كترجم كتعطي العباره ديال حتى في اركاديا انا حاضر. Well, I don't know exactly what it means. اللغز ما عنده حتى علاقه بهذه العباره، انما عنده علاقه بسلسله ديال 8 الحروف O U O S V A V V، واللي هي براسها كنلقاوها ما بين جوج ديال الحروف اللي كاينين تحت منهم شويه. هذا الرمز غامض لواحد الدرجه انهم كيقولوا انه حتى اشخاص فحال تشارلز ديكنز وداروين حاولوا يحلوه وانما ما لقاو والو. Interesting. كاين بزاف ديال النظريات اللي كل وحده منهم كتربط هذا الرمز بشي رساله معينه. الاكثريه كيربطوا الكود بالكاس المقدسه، حيت داك العباره اللي منقوشه معاه كانت مرتبطه باعمال فنيه في القرن السابع عشر كتصور الكاس المقدسه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش القصه ديالها، في التقاليد المسيحيه هذا الكاس استخدمها المسيح في العشاء الاخير قبل ما يتصلب، وكتدور عليها بزاف ديال الاساطير والمعتقدات بحال انها كتحمل قوه خارقه وكتمنح الخلود. نظريات واحدة أخرى كتقول أن هذا الرمز قد يكون رسالة مشفرة خلوها فرسان الهيكل، المنضبة السرية اللي ارتبطت بألغاز كبيرة وكثيرة هذه القرون. كنظن أن هذا موضوع يستاهل نديرو عليه شي فيديو بوحدو، شبان ليكم؟ قولوا لي في الكومنت واش تبغيو فيديو على منظمة فرسان الهيكل. نرجعو الرمز ديالنا. نظرية أخرى كتقول أن الكود يمكن يكون أفقي، كيمثل فيه كل حرف بداية ديال الكلمة. Why is this so complicated? شنو ما كانت الحقيقه مورا لغز تجبرو، كاين حاجه وحده واللي متاكدين منها، هي انه ما حد مازال بلا حل غيبقى محمق العالم. بالنسبه لاصعب كتاب مشفر راني ما نسيتكمش، ها هو جا وقتو دابا.
تخيلوا معايا مخطوطة عندها أكثر من 500 عام، مكتوبة بواحد اللغة ما معروفاش، فيها شي رسوم في شي شكل، مخطوطات فوينيتش. هاد المخطوطات تسمت بسمية ديال جامعة التحف اللي اكتشفها سنة 1912 ويلفريد فوينيتش، حيت ما كيعرفوش أصلا شكون اللي كتبها. علاش كتهضر؟ مخطوطة فيها 240 صفحة مكتوبة بلغة ما معروفاش، وخا هي كتبان بحال الحروف ما عرفها حتى واحد شنو كتعني. علماء اللغات والتشفير متفقين على أن تحليل التردد ديال هاد اللغة عنده خصائص كتشبه اللغات الطبيعية، حيث لقوا أن الكلمات مني كتعاود فيه كتتبع قانون زيبفي، القانون اللي كيطبق على كل اللغات اللي كنعرف. العلماء أكدوا كذلك أن لغة مخطوطة فوينيتش بعيدة بزاف على خصائص اللغات الأوروبية، إنما فيها ترتيب قريب للغات السامية فحال العبرية والعربية. هاد المخطوطة مقسمة لستة الأقسام: علم النبات، علم الفلك، علم الأحياء، علم الكونيات، علم الصيدلة، ووصفات، ماشي الوصفات الماكلة، الوصفات فحال داكشي اللي كيدير هاري بوتر. هاد المخطوطة فيها رسوم توضيحية مفصلة لنباتات ما معروفاش، الأبراج، النساء، مخططات فلكية، وحاجة أخرى فحال رسوم ومشاهد اللي حتى واحد ما عرف أشنو هي في الحقيقة. فوقاش تكتبات؟ حتى الحدود 2011 ما كانوا كيعرفوا حتى فوقاش تكتبات، إنما ملي تنشرت في هاد السنة الدراسة ديال فريق الباحث غريغ هودكينز من جامعة أريزونا واللي اعتمدت على تقنية التأريخ بالكربون 14، فسرت أنهم داروا التحليل ديال المادة اللي مصوب منها الورق ديالو ولقوا أنها تصوبت ما بين عامي 1404 و 1438، يعني في بداية القرن الخامس عشر. واللي خصكم تعرفوه أن هاد الكتاب مبان في التاريخ حتى من بعد 200 عام من الوقت اللي تصوب فيه. فوينيتش كان لقى معاه واحد الرسالة باللاتينية فيها التاريخ ديال 19 غشت 1665، ومكتوب فيها أن الكتاب كان شراه رودولف الثاني الإمبراطور ديال إمبراطورية النمسا المجرية. إنما كيفاش حتى وصل لعندو؟ شكون اللي كتبو؟ ما لقاو حتى شي أثر. أعظم علماء التشفير في التاريخ ضرهم راسهم مع هاد الرموز الغامضة، إنما بلا فائدة، فحال ويليام فريدمان في عام 1930. هاد السيد هو اللي فك في الحرب العالمية الأولى التشفير ديال الكود الألماني المعروف بسمية بيربل كود. سنة 1990 جوردن روج عالم النفس البريطاني اقترح نظرية أن مخطوطة فوينيتش غير خدعة، وداكشي اللي فيه ما عنده حتى معنى، غير صاوبوه كيشبه اللغة مشفرة. إنما غالبية العلماء اللي درسوه كيقولوا أن الدقة باش مصاوب ما يمكنش يكون فيك. غموض تام خلى مخطوطة فوينيتش واحدة من أشهر الوثائق في تاريخ التشفير اللي الحل ديالها مازال بعيد. هذا جدي عليكم في هذا الفيديو، ما تنسوش لايك، تابوناو، تفعلوا الجرس، وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. فضوليين فضوليات، تهلاو.